في إطار استكمال بناء تنظيمي لمؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لمدة في قطاع التنمية القروية والمياه والغابات، حضرنا اليوم بمدينة الرباط المؤتمر الجهوي التأسيسي للمكتب الخاص بالمصالح المركزية. مرت الانتخابات في أجواء يسودها الديمقراطية والنزاهة والشفافية، أفرزت عن انتخاب مكتب منسجم برئاسة السيدة ليندا البرغي اللي كانت منه لها التوفيق في المهام ديالها الجديدة. وشكرا. ليندا برغي إطار منذ رئيسة للمياه والغابات والمحاربة والتصحر، اليوم تم انتخابي على رأس مكتب المصالح المركزية لمؤسسة الأعمال الاجتماعي النهوض بالأعمال الاجتماعية لمدة في التنمية القروية والمياه والغابات. بهذه المناسبة كنشكر كاع الإخوة والأخوات اللي وضعوا ثقتهم فيا، وكنتمنى أنني نكون عند حسن الظن ديالهم ونسعوا جميعا لخدمة صالح الأعمال.